انا شايفاك يعني انت بتحب الطرف التاني، بتحب الشريك جدا، شايفاك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة، شايفاك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت تنجحها، عشان تخليها تمشي لقدام، شايفاك كمان ممكن طالب منه فرصة، يعني من يعني انك هتتطور وانك هتتحسن بالنسبة لك، او يكون ده تفكير الطرف التاني. شايفاك كمان ممكن تكون مستني منه فرصة في موضوع كمان، مادة غالب على القراءة جدا، يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير، ممكن بعضكم في تعثر في الحالة المادية، ممكن بعضكم حاسس ان الحل هيكون في ان الوضع المادي يكون متحسن، ده للبعض منكم، ده بالنسبة لتفكيرك انت ودماغك انت في الوقت الحالي. تفكير الطرف الثاني فيك ايه او في العلاقة، انا شايفاه بيشوفك يعني كارت الماجيشن هنا، يعني الساحر، هو يعني يا اما بيشوفك يعني شخص جذاب وجميل وعندك ادوات كتير وتقدر توصل العلاقة لشكل افضل، او ان هو يكون بيشوفك شخص مخادع. كمان تفكيره من ناحيتك عاطفي زيادة عن اللزوم، انت الاس اوف بنتكلز طلعت لك في القراءة مرتين، يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو، انتوا محتاجين فرصة، والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة كتير، ومرتبطة بالاستقرار، ومرتبطة بالثبات، مرتبطة برخاء، بنجاح، بحاجات كتير قوي، يعني انتوا الاتنين تفكيركم كتير مقارب من بعض. لكن في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفاه هو خايف انت ما تصبرش معاه، ما تستحملش معاه، تمشي وتسيبه. في تفكير الطرف التاني من ناحيتك كده، تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان، او هو المفروض يكون بالنسبة لك، يعني ممكن اقول لك على حاجة، ممكن لبعضكم انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا، او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي، وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه، بس هو مش قادر، وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر بيحس انه عايز يمشي، عايز يمشي للسبب ده، ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك. اغلب الطاقة اللي موجودة معايا هي ممكن ما تنطبقش على الكل، على البعض، لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قدامي، هو ده اللي انا شايفاه. الشخص ده فيه حب كبير ليه جدا، وبعضكم لو انتوا زعلانين، يعني انتوا متزوجين بس في زعل بينكم وبين بعض، الشخص ده عايز يعتذر لك، عايز يتكلم معاك، عايز يصفي الامور تماما، عايزك ان انت تديله فرصه. من ناحيه نوايا تجاه العلاقه، انا شايفه نوايا تجاه العلاقه حلوه جدا، نوايا يعني اول حاجه، يعني انا شايفه التين اوف كابس هو عايز علاقه ناجحه من كل حاجه، تبقى انتوا الاثنين مبسوطين وعندكم بيت واسره واطفال وحياتك سعيدة وكويسة. كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله، بيشوفك يا برج السرطان ان انت السول ميت بتاعه، بيشوفك انك انت يعني انت منه وهو منك، دي نظرته ليك، او دي نوايا تجاه العلاقة، ان انتوا الاتنين تكونوا متحدين جوه بعض. وشايفاه كمان في نواياه هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير، بيدعي ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض، او انه انتوا تبقوا بالشكل اللي هو عايزه، بالذات كمان يا برج السرطان لو انت بتتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية، بالذات برج الحمل او الاسد، او طاقة هوائية. هو كمان بنوايا تجاهك انه عايز يكون نجاحه، عايز يحقق نجاح معاك، عاوز يحقق معاك انتصار، عايز الزواج ده، يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص، او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص، سواء انت راجل او ست، كل نواياه كويسة جدا تجاه العلاقة. كمان
ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير، او بيعاني من ظروف وحاجات كتير قوي غير العلاقة العاطفية، او غير ان هو عنده مشكلة معاك في العلاقة العاطفية، لا هو في عنده مشاكل تانية كتير، او يكون بيشوفك انت شخص كده، يعني انت شخص تعبان مش ناقص مش متحمل، انت شخص بتعاني من حاجات كتير، فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده، عايز يخرجك من الحالة دي، يا اما يكون هو شخص، هو نفسه اللي شخص عامل كده. فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونواياه تجاه العلاقة كويسين جدا لحد دلوقتي. ايه مصير العلاقة؟ مصير العلاقة شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور، ممكن يعني انا شايفة، بص هي قرارة ممكن تكون عكسية، بس الطرف التاني تفكيره من ناحيتك كده، ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور، ممكن تكون بتشك في حاجة، في حد هياخد قرار متهور بين ان هو يمشي يسيب العلاقة دي ويمشي، وهيحس ان هو كده تمام، كده هو سليم، كده هو بيعمل الحاجة الصح، كده هو حقق انتصار لنفسه، برغم ان هو هيكون تعبان جدا وهو بيعمل كده، او بيدوس على حاجات كتير، او بيستقوى على الطرف التاني، لكن في حد هيعمل كده، وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه، يعني هينزوي مع نفسه ويفضل يفكر في كل حاجة، يعني مش بشكل انطوائي، لا بشكل اكتشافي اكتر، يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة، عاوز ياخد وقت مع نفسه، مثلا تفكير، مراجعة حسابات، مراجعة اخطاء، حاجات من النوع ده، ده اللي انا شايفاه في مصير العلاقة. عايزة اسحب لك كارت تاني لمصير العلاقة، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان، هو الشخص ده حذر من حاجة، او انت يعني ممكن حد فيكو هيبقى عنده قلق، هيبقى عنده تخوف من حاجة، هيبقى خايف، بالذات لو انتوا برج ناري، بتتعامل مع برج ناري او ترابي، شايفة فيه تخوف، شايفة شخص ممكن مجروح كتير وخلاص، مثلا خايف يكمل، خايف يجازف، الشخص ده حذر، او تكون ده احساسك انت، وانت اللي هتمشي، عايز تمشي من العلاقة دي، يا برج السرطان. ده بالنسبة لمصير العلاقة، وده هيكون في الوقت الحالي، هي مش طاقة مستمرة يعني. طب النصيحة بتاعتك، انا شايفة النصيحة بتاعتك برج السرطان، انك يعني حاول انك تشغل نفسك وابعد عن التردد. انا شايفاك كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهام، عندك افكار كتير، بتفكر في حاجات كتير ممكن ملهاش علاقة بالواقع، ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير، فالطارو عايز يقولك انك تحدد اختياراتك، بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية، بيشك في علاقة ثلاثية، فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش حقيقي، او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مثبتة، او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها. وابعد عن السلبية، وانك تبص لنفسك بنظرة ال نظرة ال يعني المجني عليه، لا انت يا شخص كويس، وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا، فابعد عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت، او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك، اخرج من الحالة دي، اخرج كمان من حالة الندم، بالذات على المستوى المادي، لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية، يعني انا شايفة انت معك شخص بيحبك، شايفة الاسف بنت كاز، انت عندكم فرصة كمان، ممكن يكون عندكم عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى، او حل
من ربنا لاستمرار العلاقة دي. لكن في نصيحتك انا شايفاك تبعد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي، بيتندم بيتحسر كتير على حاجات فاتت، على حاجات مضت، ممكن بعضها يخص المادة، بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة. ابعد عن التفكير ده او تفكير في وجود طرف ثالث، عن اوهام كتير في دماغك. لو بعضكم عنده علاقات كتير يبعد عن ده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان. متزوجين، القراءة انتهت، بتمنى ليكم الخير والسعادة والتوفيق. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا للمتابعة. برج السرطان متزوجين، ونروح للعازبين دلوقتي. برج السرطان بالنسبة للعازبين، هنقول مع بعض، هتكون القراءة هتكون عبارة عن انت ايه اللي مستنيك او ايه اللي جايلك او ايه اللي بيحصل في حياتك. لو انت بتحب حد او في حياتك شخص، ايه تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة، ايه نواياه تجاهك او تجاه العلاقة، ايه مصير العلاقة مع الشخص ده، وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله. هقول الطاقة بتاعتك الأول. برج السرطان، أنا شايفاك يا برج السرطان بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين، أنت حاسس إنك في وضع متكتف، أنت مقيد في وضع معين، الوضع ده تعبك جدا وأنت مقيد فيه وحاسس إنك مش عارف تخرج منه. كمان شايفة في عندك يعني أنت عايز تحس مثلا، يعني الناين اوف كابس هنا ممكن تقولي حاجتين، يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك تعيش حياة مستقرة بشكل يرضيك، لكن انت متكتف ومش عارف، انت متكتف ومش عارف يعني الموضوع خارج عن ايدك، او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك، يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت، القرار عند شخص تاني. ده بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين. كمان انا شايفة لبعضكم ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية، يعني انا شايفة كمان من الطاقة ومن القراءة قدامي، في احتمال كبير قوي تكون لبعضكم يكون في علاقة ثلاثية. لو انت في علاقة ثلاثية فانت باصص على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل بأي شكل، وانت كمان في حواليك حب كتير، او ممكن يكون في شخص تاني بيحبك او بيراقبك او بيبص عليك وبيحاول يبين لك حبه، بس انت مش شايف كل ده، انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها. ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية. لو انت مش في علاقة ثلاثية برج السرطان، انت يعني ممكن قاعد مثلا مستني انك يعني يحصل ارتباط، بتبص على سنين فاتت من عمرك، او بتبص على مشاكل حصلت في حياتك، او بتبص على وضع انت مقيد فيه. لكن اللي بعد كده الزتاور بيقول لي انك انت في تغيير جذري هيحصل في حياتك، يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة، واللي جاي حمادة تاني خالص. فانت في تغيير جذري هيحصل في حياتك، طبعا من الناحية العاطفية، لان انا كلامي على الناحية العاطفية، في تغيير جذري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن. في علاقة هيكون فيها صلح، هيكون فيها تفاهم، هيكون فيها اعتذار، ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الطفولة، او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة، او يعني الشخص ده يعني لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت، هينفصل عن العلاقة دي لان هو تعبان جدا وهيرجع لك انت. لو هو مش في علاقة ثلاثية وانتوا مثلا في بينكم مشكلة هيرجع لك. لو انت مفيش في حياتك حد، فانت في شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده، حتى لو مكنتش تعرفه علاقة عاطفية، بس انت شفته قبل كده، او الشخص ده يعني
انت تعرفه من زمان وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني. ده بالنسبة، انا قلت هنا كده كل الاحتمالات، الطاقات اللي موجودة انا شايفة النارية معاك كتير، والنارية والترابية والهوائية كتير برضو، والمائية كمان موجودة. الأبراج اللي موجودة معاك برج الثور، برج العقرب، برج الجوزاء، برج الأسد، برج قلنا عقرب سرطان زيك كمان، وبرج الحوت، والعقرب طلع لك مرتين والسرطان طلع لك مرتين يا برج السرطان. فانتوا شكلكم بتتعاملوا مع أشخاص أبراج مائية كتير ونارية كمان، وبرج القوس كمان. طيب نبدأ القراءة وهنقول انت ايه او كده. انا شايفاك في الوقت الحالي انت واقف مستني، انت حواليك زي ما قلت في الطاقة بتاعتك، انت في ناس بتبص عليك، انت في ناس ممكن تكون بتراقبك، ناس تكون حواليك معجبين مثلا، ناس بتحبك، لكن انت في حد معين هو اللي باصص عليه، باصص عليه ومستني يجي لك، مستني ياخد قرار، مستني ان هو يكلمك. شخص ده انت بتحبه جدا، وعايزة اقولك هو كمان بيحبك جدا. انا شايفة في حب من ناحية الطرف التاني ليك، في حب متبادل، لكن للبعض هيكون في علاقة ثلاثية. للبعض ممكن يكون هو زميلك في العمل او في الجامعة، او جار، او يكون بينكو اصدقاء مشتركين يعني. لكن انتوا ممكن تكون عشتوا مع الشخص ده، ثواني بقى، انت ممكن تكون عشت مع الشخص ده قصة حب، وكان بينكوا مثلا اصدقاء مشتركين او كده، والشخص ده مثلا خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة، او انت اللي سبته ومشيت مرة واحدة. انا شايفاك في الاخر انت بتستشفي، او انت بتحاول تخرج من يعني من حالة او من مواقف انت تعرضت لها، من علاقة عاطفية فاتت مع شخص كنت انت انتوا الاتنين بتحبوا بعض. ممكن يكون في طرف تالت تلصص ودخل في العلاقة دي افسدها، ده احتمال برضو تاني لبعض منكم، لان القراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتوا كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر اقولها دلوقتي. طيب لو انت في شخص تاني بتحبه، تفكير الشخص ده تجاهك ايه؟ الشخص التاني ده هو عنده حيرة كبيرة قوي، عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني، ايا كان بقى الطرف التاني. لكن في كل القراءة على فكرة الطرف التالت ده موجود بقى، يعني في طرف تالت، يعني في طرف تالت. عنده حيرة كبيرة جدا، مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي، ده تفكيره. ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج ناري او السرطان او العقرب او القوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة، عايز يبدأ معاك بداية جديدة، ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معاك دي هو هيدوس فيها على ناس كتير، هي يعني هتروح مثلا فيها، يعني فيها مثلا ايه، هو خايف على قيم، على عادات، على تقاليد، لكن في عندكم نهاية لشيء في تفكيره، هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة، وهو ده اللي عمال يفكر فيه. هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا، شايفة في بينكم تواصل روحي، في تفكير قوي.